بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر محمود عبد الله، وإن شاء الله دلوقتي هناخد مع بعض التكست الخاص بليسن 4 يونت 4 كونكت 5 عن أمستر عن ماجد أند ذا كوميونيتي جاردن. كوميونيتي جاردن اللي هي الحديقة العامة. طيب بدأها هنا البيجيننج اللي هي بداية الإيه؟ القصة. يس، زي قصة كده. ماجد زمام، مامة ماجد invited him to، أنا عايزك تعرف إن يدعو لي invite to، to إيه؟ infinitive to go، إنه يروح معاه فين؟ to والمكان ال community garden اللي هي إيه؟ الحديقة العامة. with here، ولما يروح لمكان مع شخص go والمكان with here، تمام؟ with والشخص ده. طيب at first، في البداية he didn't like it، محبش ان هو ايه يروح المشوار ده معاها، او محبش الكوميونيتي جاردن دي. it was dirty، ما حقه طبعا، مكان متسخ. and messy، وفوضوي قوي. طيب and he thought he didn't like plants، اعتقاده طبعا من المكان ده بالمنظر الفوضوي والاتساخ اللي فيه، لا انا ما بحبش اللي هو ايه، ممكن يعني ما بحبش النباتات، يعني اعتقاده عن نفسه ان هو ما بيحبش النباتات، ممكن ما يجربش قبل كده يتعامل مع نباتات، ممكن المنظر بتاع الحديقه العامه قفله من النباتات عامه يعني. but Majid is a kind boy، بس الولد طيب. and he went to help his mom، وراح عشان جبر خاطر لمامته، راح معاها علشان ايه؟ يساعدها. to help here. طيب بيقول لك هنا together، together يعني مع بعض. they worked in their part of، اشتغلوا هما الاتنين في الجزء الخاص بيهم من الايه جاردن، في الحديقة. مثلا كل واحد، مثلا كل عائلة أو كل مجموعة من الأشخاص ليهم جزء خاص في الحديقة العامة ده، مثلا إيه كخدمة مجتمعية يظبطوه. زي ضج، وقلنا ضج دي الماضي من إيه؟ دج، اللي هو يحفر. ذا سويل، والسويل اللي هي التربة. هي أند هيز مام، هو ومامته بلانتد their vegetable and fruit seeds، زرعوا بذور الفاكهة والخضار. ده البيجينينج. الميدل، منتصف القصة. he made friends، هناك بقى لاحظ ان كل احداث القصة هنا في الباست، الباست اللي هو ايه الماضي، كل الأحداث. he made friends with، make friends with، بيكون صداقات مع. the other، الآخرون. other mean people، الناس التانية. at the community garden، في الحديقة العامة. after working، بعد العمل. in the garden، في الحديقة. Majid and his new friends، ما هو احنا عملنا ايه؟ meet friends، فبقى أصدقاء جداد. وماجد sometimes went to، كانوا بيروحوا يعملوا ايه؟ football، to play football in the park، ان هم يلعبوا كرة القدم فين؟ في البارك، في المنتزه. he remembered، تذكر. what he learned about، و learn about يتعلم عن، يبقى تذكر اللي هو اتعلمه عن ايه؟ ها؟ looking after plants، الاعتناء ومراعاة النباتات. look after يعني يعتني بيه، ياخد باله من البلانتس. فين؟ at school، في المدرسة. he watered the plants every day to keep them healthy، كان بيروي النباتات دي كل يوم علشان ايه؟ لكي يحافظ عليهم، to بمعنى لكي يحافظ عليهم ايه؟ اصحاء، بصحتها. تمام؟ he took out
the weeds. شال الأعشاب الضارة. Take out اللي هو شالها. تخلص منها. The harmful plants. النباتات الضارة. He made sure. Make sure يتأكد أن. He made sure the plants got lots of sunshine. بتأكد أن النباتات دي برضو تحصل على كثير من إيه؟ ضوء الشمس. To help them grow. علشان تساعد النباتات دي إيه؟ تنمو. The end. النهاية. He started to love the garden. بدأ اللي هو يحب إيه؟ الحديقة. And was very happy to go there every day. وكان مبسوط جدا إن هو يروح الحديقة كل يوم. وزير دي عايدة على إيه؟ على الجاردن، الكوميونيتي جاردن. It was so great to see the plants get bigger and bigger. كان شيء رائع جدا ان هو يشوف النباتات مالها get bigger and bigger بتكبر اكتر واكتر بتكبر اكبر واكبر بتزيد حجمها every day كل يوم. There was كان في a surprise مفاجأة with a new tomato or some new beans. المفاجأة ايه؟ surprise في البلانتس في طماطمية جديدة أو بعض الفول الجديد. When all the fruit and the vegetables were ready. لما كل الفاكهة والخضار بقوا جاهزين. The best thing was picking everything. والنباتات الفيرب اللي بيجي معها pick اللي هو بيقطف يجني. ماجد and his mom took the beans. خدم الايه المحصول بقى فول tomatoes طماطم strawberries اللي هو الفراولة to the people in the community ومن طبتهم خدوهم للناس اللي معيشين معهم في المجتمع بتاعهم جيرانهم واصحابهم وكده. طيب خصصوها هنا اكتر the older people and the people who were ill. لا خصصوا اكتر الايه الجيفتس او البريزنس اللي ادوها للناس ديت تمام من محصول ان الناس اللي خدهم كانوا ناس كبار اكبر سنا والناس المريضة تمام. They were so happy كانوا مبسوطين جدا to receive ان هم يتلقوا all the delicious food. الناس دي الكبيرة دي والتعبانة كانوا مبسوطين جدا ان هم يتلقوا كل الايه الطعام اللذيذ ده. And Maggie felt very glad. وماجد حس ان هو مبسوط جدا سعيد جدا شعور بالرضا. Now Maggie loves the garden. الوقت ماجد بقى بيحب الايه الحديقة دي. And teaches others بيعلم الاخرون others يعني اخرون. وteach بيجي معها about عن ايه growing plants بيعلم الاخرين عن زراعة الايه النباتات. True or false. ماجد is a kind boy. ماجد طال ولد طيب يبقى هنا تبقى ايه طبعا true. Maggie made friends with other people at the community garden. تمام كون صداقات مع اشخاص اخرين في community garden. True. Maggie took the fruits and vegetables to himself. خد المحصول لنفسه طبعا false.